كنا مجندين لمواصلة العملية تاع التعقيم اللي مهمة جدا، وخاصة في ذات الحرارة، دونك لازم نديروها في الليل ما يكونش تأثيرها على صحة المواطن في النهار. والأحياء المقصودة هي الأحياء اللي يكون فيها توافد كبير للمواطنين في النهار، خاصة الأسواق، وتكون عملية متواصلة طيلة هذه الجائحة. نبقاو يقظين، شفنا باللي كان تراخي شوية في الأونة الأخيرة. دوزيام سيكتور يكملوا من هنا يدخلوا للسيتي فوسيدان، يخدموها كامل. اجماعه عقموا لي بلوك، عقموا البلايص اللي تلقاو فيهم تجمعات، وكانت مولات خنشره، تعرفوا خنشره، تعرفوا البلايص اللي تلقاو فيهم الناس في النهار، فاهمين؟ اجماعه تبع الجميع سعد حول.